تعرف شو هو أكثر شيء يخليك تعيش الفوضى في علاقاتك وعدم اليسر في حياتك؟ هو حالة الاعتراض أو القنوط، كما ذكره الله تعالى في كتابه. ولذلك فإنه في المقابل أكثر شيء يخلي الإنسان في حالة من الرضا واليسر والفتوحات ويواجه فيها تحديات الحياة وفي حصانة من المشكلات النفسية هي حالة التسليم. بس أغلبنا للأسف ما يعرف كيف يعيش حالة التسليم هذه، واللي ببساطة تعتمد على ثلاث قواعد أساسية تتجلى في الآية الكريمة في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والقواعد هي ببساطة: أولا الثقة، وهذه من خلال ممارسة التفكير الإيجابي وتوقع الخير في أقدار الله تعالى مهما كانت. والثانية هي التصالح والتقبل، يعني أتصالح مع فكرة إن المشكلات والابتلاءات جزء من رحلتك في الحياة وإنه جزء ضروري لنموك وتطورك. والقاعدة الثالثة هي التسامح، ويعني إنك ما تعيش دور الضحية وتتوقف عن إصدار أحكام سوء على كل حدث يحدث لك، مثل ليش أنا حظي سيء؟ ليش ما في ناس جيدين؟ ليش أنا بالذات؟ وببساطة أكثر الناس قدرة على إنهم يعيشوا التسليم هم أهل تدبر القرآن. عشان كذا عيش معنى رحلة التدبر في تدبر سورة الزمر، وعزز حالة اليسر والتوفيق والفتوحات من خلال ممارسة التسليم بشكل عملي. اتواصل معنا واعرف أكثر عن جلساتنا الأجمل في التدبر وللنساء فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ومن والاه، وبعد، أحييكن الغاليات بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أول شيء كلمة شكر لفايزة وكذلك فريق الأنصار على هذا التنسيق والتعاون. نسأل الله تعالى أن لا يكون يعني تعاون أخير إن شاء الله. ومن العنوان، أنا عشان ما أخركم لأن هناك كثير من الصدمات اليوم هنتعرف عليها، ولعلها يمكن البعض ما يكون واعي إلها وما يكون مركز عليها. وحقيقة أنا ركزت إنها تكون هذه المحاضرة خاصة للنساء لأنه تقع عليهن المسؤولية الأكبر في الموضوع اللي بنتكلم فيه. فخلونا كذا على بركة الله، وأعرف يمكن العنوان شوية ما راكب، فكيف ممكن يكون العقوق بشكل أنيق؟ فخلونا أول شيء نعرف إيش يعني عقوق أنيق وليش أنا سميته بالأنيق. ببساطة هذا العنوان جاء من خلال موقف صار في فترة من الفترات مع أحد من المعارف، تعرضت لأزمة صحية، وبعدين هذه الأزمة الصحية جعلتها حبيسة المستشفى أو طريحة الفراش في المستشفى. الأم هذه لديها بنات، وبناتها ما شاء الله يعني بنات كبار شابات يعني عشرينيات. كنا يعني يهربن من فكرة إنهن بقيت معها في المستشفى ليقومن يعني عشان يقومن بدورهن اتجاهها ورعايتها، وكان لازم قائم يكون معها لأنه المرأة هذه كان بسبب ما أصيبت به ما تقدر كثير توقف، تحتاج حد لازم يوديها دورة المياه إلى آخره، تحتاج إلى عناية، فلازم يكون حد. كنا يرفضنا أو بمعنى أصح يدعين إنه إحنا ما نعرف نتصرف.
وانه احنا ما نقدر نجلس معها، وانه احنا ما نعرف هين نروح وهين نجيب، وكأنه المسألة يعني تتطلب جهد كبير. فطبعا شيء عجيب، لانه هؤلاء او يعني هذيل البنات وايضا اخوانهن، على فكرة عندهن اخوان ايضا شباب، يعني يتعاملن مع امهن برقة، بمعنى انه ما يرفع عن صوتهن، يعاملنها باحترام، مهذبات، ما عندهن اي مشكلة، خلوقات. لكن لحظة حاجة الام للرعاية تنحى الجميع، بل انه حتى الاولاد كانوا ما يروحوا المستشفى يزوروها. فشوفوا ايش يعني، شوفوا التناقض اللي جالس يصير، عقوق لكن بشكل انيق. يعني انا امي احب لها ايدها، احب لها راسها، لكن اذا طلبت مني رعاية فانا اول الهاربين. فما نفع ان تحب الرأس او تقبل اليد او انك انت يعني تمزح معها او حتى انك ما ترفع صوتك، لكن في النهاية اذا احتاجت لك هذه الام فانك اول الهاربين واول المتخلين. ولذلك سميت عقوق انيق. ليش؟ لانه قد يبدو ظاهرا ان هؤلاء ما شاء الله يعني خلق وكذا، ولكن في واقع الامر ما يكشف بر الابناء بابائهم وامهاتهم هي المواقف الحقيقية، المواقف التي يحتاجهم. لأنه لو كان الموضوع بالعكس، يعني لو كانت واحدة من هذا البنات هي اللي مريضة، ألم تكن الأم لتجلس معها وتتحمل السهر وتكابده؟ فمسألة أنه أنا أتهرب ومسألة أنه أنا أرفض الجلوس مع أمي أو أتعلل بكلمة أنا ما أعرف وأنا فتاة، يعني واحدة في العشرينات وبعدين تقول ليش أنا ما أعرف أتصرف، كيف في العشرينات وما تعرف تتصرف؟ يعني إحنا وصلنا إلى مرحلة أو يعني صاروا أبنائنا لا يتحملون مسؤوليات، غير قادرين حتى، يعني حتى أنا أتساءل أقول إذا كانت الوحدة تدعي وتقول إنها ما تعرف وهي في هذا العمر، كيف يتزوجن ذيلا؟ سؤال يعني حقيقي، كيف هؤلاء الفتيات يتزوجن؟ كيف يتحملن بيوت؟ كيف يتحملن عوائل وخلافات؟ إذا أنا ما عندي استعداد للعطاء لوالدتي، كيف بيكون عندي استعداد للعطاء مع الآخرين؟ إذا لم أتحمل ويعني كما يقول هناك أسهر عشان أمي، هل سأسهر عشان الآخرين؟ ثم كيف ستكون هذه الفتيات أو هؤلاء الأبناء في حال لو كانوا مثلا يعني جابوا أولاد، كيف بيكونوا هذيلا؟ كيف وضعهم بيكون؟ ولذلك جاء الموضوع من خلال هذا، إنه أحيانا ظاهر الأبناء مطيعين، ظاهر الأبناء خيرين، ظاهر الأبناء يعني ما شاء الله عليهم قمة، وربما يكونوا يعني ما شاء الله شطار في المدارس، ما حد مثلهم. لكن في مسألة الرعاية والبر بوالديهم فهم للأسف الشديد أول الناس اللي يختفوا. في تفاصيل كثيرة راح نتأملها شوية وبنفهم ليش أبنائنا بهذه الصورة. حد عنده فكرة ليش تتوقعوا الأبناء وصلوا إلى مرحلة إنهم ما يتحملوا المسؤولية؟ في رأيكم هل في مجال إنهم يشاركوا في الشات حتى، أو حد يشارك في الشات؟ لأن الأم هي التي تتحمل كل المسؤوليات. نعم ممكن يكون واحدة من الأسباب من كثرة الدلال أحيانا اللي دللوهم إياه الوالدين، صحيح، لأن ربما ما ربيناهم على تحمل المسؤولية، قد تكون أحد الأسباب. طيب تعالوا شوية نشوف كذا عشان نعرف أكثر ونفهم أول شيء ليش الأبناء بهذا التوجه، وليش يعني
صايرين الأبناء أو بمعنى صح ما عندهم تحمل لمسؤولية أبائهم وأمهاتهم. وهذا الشيء بنعرفه من خلال الآية الكريمة. لتأمل كذا الآية الكريمة، الله تعالى يقول في كتابه الكريم في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم قال: وبالوالدين. انتبهوا، هنا ما قال بالأبوين، قال بالوالدين. فكروا فيها شوية، يعني سبحان الله، الله تعالى ربط الوالدين بالإحسان. بالوالدين، ما قال الأبوين. إيش الفرق ما بين الأبوين وما بين الوالدين؟ حد عنده فكرة؟ ليش الله تعالى هنا ذكر في الآية وبالوالدين إحسانا؟ سبحان الله، ما قالنا وبالأبوين إحسانا، قال وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وسبحان الله، الله تعالى هنا قالنا إيش؟ الوالدين وبالوالدين. هنا الولادة إلها إشارة. أول شيء، من التي تلد؟ من التي تلد، الرجل أم المرأة؟ طبعا المرأة، تمام؟ فالوالدين مرتبطة بالولادة، مرتبطة بمسألة الولادة، تمام؟ أما كلمة الوالدين أيضا، الولادة هذه أي مرتبطة برحم المرأة. رحم المرأة إيش يعني؟ يعني أن هناك رحم حمل هذا الجنين، ثم ماذا؟ ثم ولدته. فهنا مرتبط أكثر شيء بولادة الأم لهذا الطفل، وكونه رحم، كونه كان في رحمها ثم خرج من رحمها، هذا يتطلب ويش؟ يتطلب إنه يعني كأنه جزء مني، كأنه جزء كان إيش؟ كان في الداخل ثم خرج، كان شيء في الداخل داخل رحمها ثم خرج. وهذا دليل على إنه أيضا الرعاية تبدأ من الداخل. ولذلك الإحسان اللي الناس ما قادرة تفهم إيش يعني الإحسان، على بالهم الإحسان إنه أنا فقط ما أرفع صوتي على والدي، إنه أنا ما أتعامل معهم بعنف، لكن المسألة أكبر من ذلك. المسألة أكبر من ذلك، ليش؟ لأنها تبدأ من الأم، تبدأ من رحمها. ولذلك الأم إن أحسنت رعاية هذا الابن برحمها، في رحمها، داخل رحمها، فإنها تستحق أن تعامل بإحسان. ولذلك بعض الأمهات ما ينتبهن على نفسهن إنه يكون في حالة نفسية سيئة طوال فترة الحمل. ممكن تكون عندها مشاكل، ممكن تكون عندها أمور هي ما منتبهت لها، ممكن فترة عصبية، وهي تقول ليش هرمونات ما هرمونات، هي في واقع الأمر أيضا مرتبطة بأشياء قديمة، فيتأثر هذا الجنين، وممكن تصير عنده مشاكل بعدين الطفل هذا لما يكبر، فتختل الشخصية بدءا من تكونه داخل الرحم. فسبحان الله الذي يأمر بصلة الرحم، فقال الوالدين، والوالدين هنا إشارة إلى الأم أولا قبل الأب. ليش؟ لأن الأم هي التي تلد، وتلد طبعا بعد وضع الطفل الجنين هذا في رحمها وتشكله وتكونه. طيب الآن السؤال، إيش العلاقة بين عملية الإحسان وبين الرحم وغيرها من الأمور؟ اليوم هنكتشف أيضا ليش أولادنا صاروا أو عندهم بعض السلوكيات اللي تخليهم ممكن يكونوا خلوقين معنا، لكنهم في نفس الوقت ما عندهم حس بالمسؤولية، ما عندهم تقدير لوالدينهم، ما ممكن تعتمد عليهم أو تعطيهم مسؤوليات.
يعني سابقا كان ممكن يكون صبي عمره 14 سنة يقود حرب، يكون قائد جيش. الآن 14 سنة أنت يعني تختاري له لبسه، تختاري له أمور، ما يعرف حتى يقرر. كل ذا إن شاء الله سنأخذه بشيء من التفصيل. طيب الله تعالى هنا يقولنا إنه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. التربية إحسان، متفقين؟ متفقين معي؟ التربية إحسان، كأنه ما شيء تفاعل، متفقين؟ أنه التربية إحسان. في الشات، في الشات بس نجاوب عادي، في الشات متفقين. طيب إذن التربية إحسان، فسبحان الذي قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إيش يعني؟ يعني أنا عشان كأم أو كوالد أحصل على إحسان لازم في البداية أنا أحسن كأم أو كوالدة أو كوالد. يعني العملية عملية إيش؟ أنفق فيخلف الله لي، يعني أحسن حتى يحسن الله. معناته في خطأ صار يخلي أولادنا بهذه الصورة، إحنا ما أحسننا. إيش العلاقة؟ طبعاً إحنا راح نفسر كيف يعني نكون من أهل الإحسان، بس أنا راح أقول شوية كلام عميق بعد شوية، وأريدكم كذا تركزوا معي. الله يبارك فيكم. أنا ربطت هذه الآية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، لأن الله تعالى في سننه يعني في الأرض أن الإنسان ما يفعل شيء إلا يلاقي جزاء له، كان خيرا أو شر. أي شيء أنت تعمله نتيجته بتحصلها. لكن شوفوا كيف، شوفوا الفكرة الأساسية اللي الله سبحانه وتعالى يريد أن يوضحها لنا في سورة الفاتحة. الله تعالى قدم الألوهية على الربوبية، قدم الألوهية على الربوبية، يعني كأنه يقول لنا إنه بما معناه أو قياسا عليه أنه الولادة، الولادة أن تلد، أن تلد أكثر أهمية من أن تربي، أو بمعنى أصح مش الولادة نفسها بمعناها البيولوجي أو الجسمي، لا، الولادة بمعنى الرعاية الداخلية. الرعاية الداخلية إيش يعني؟ يعني بناء الإنسان داخليا، تشكيله من الداخل. وسبحان الله، الله تعالى لما بدأ بالألوهية بدأ باسم الرحمن الرحيم، بمعنى أول شيء أنت كوالد لابد أن تتعامل بإحسان مع جنينك. أنت كأم لازم تتعاملي بإحسان مع جنينك. طب كيف أتعامل معه بإحسان؟ لابد من تفعيل اسمين من أسماء الله، الرحمن والرحيم. طب كيف أفعلهم؟ هذا اللي يفترض اليوم نعرفه، لأنه إحنا أغلبنا ماذا يفعل في واقع الأمر؟ يفعل حاجة ويترك حاجة، ويقدم شيء على شيء فيظن أنه أحسن، يروح يختار أفضل المدارس يقول لك أنا أحسنت، يروح يختار لهم أحسن الملابس يقول لك أنا أحسنت، يروح يجيب لهم أكثر يعني أحسن الأكل فيظن أنه أحسن، يروح يعيشهم في بيت فيظن أنه أحسن، يروح يوفر لهم كل حاجة فيظن أنه أحسن، يروح يحرمهم من أنهم هم يقولهم إيش إذا شافهم نايمين خلوهم ما تنهضوهم تعبانين فيظن أنه أحسن. الأم تشوف بنتها تعبانة وهي الأم تعبانة وممكن يكون عندها مشكلة صحية، ومع ذلك تقول خليها بنتي تعبانة تقوم هي تنظف البيت على سبيل المثال. يعني أنا أتذكر صراحة، نتذكر إحنا لما كنا يعني في في في, في السابق يعني نمسك الكتاب بيد، والمجمعة بالعماني ولا المخمة اللي يسموها المخمة واللي يسميها مقشة واللي يسميها بيد ثانية،
كنا نذاكر بيد وبيد أخرى نعين أهلنا ونعاون. طب ليش الجيل هذا؟ لا، معناته في شيء خلل إحنا مسويينه. معنى إحنا المفروض شوفوا الله تعالى وش يقول. الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم، بعدين قال الحمد لله. إيش يعني؟ يعني أول شيء الألوهية بعدين الربوبية. بمعنى الأول الإحسان في خلق، في خلق أول شيء تشكيل، لأنه اسم الرحمن مرتبط بالخلق، اسم الرحمن مرتبط بالخلق. فأول شيء التشكيل، التركيبة الداخلية لهذا الطفل من هو في بطنك، من هو في رحمك. أول شيء لازم تشكليه بطريقة صحيحة، لازم تعتني به بطريقة صحيحة. إيش اللي هيصير في المقابل؟ في المقابل هينعم في نعمة الله تعالى. لذلك أنت في البداية إذا تبغى، حتى يعني هي قاعدة كذا، إذا أردت أن تكون من أهل النعمة وتتنعم في نعم الله تعالى، استقم أولا على اسمه الرحمن الرحيم. يعني في البداية أول شيء اتصرف، أو بمعنى أصح تخلق باسم الرحمن الرحيم، أي أحسن، كن من المحسنين. طب كيف أربي أولادي بإحسان؟ كيف أربي أولادي بإحسان؟ إيش الله تعالى هنا يريدنا نسوي؟ كيف أربيهم بإحسان؟ أنا أريد أقول لكم إياها ببساطة، لأنه إحنا ما نحسن في البدايات، للأسف نظن أننا في الطريق سنحسن فنخيب. ولذلك لازم يعني ننتبه أنه إذا يعني لما نفقد الإحسان في التربية خلاص ما تتعجبوا لما يصير قطع رحم. بالله عليكم بسألكم سؤال وقول لي إياها بصراحة، ما أولادنا تو لما أهاليهم يجيوا ولما حيانهم يجيوا مو يسويوا؟ ما يطيروا يشردوا الغرف؟ ولا أحيانا ما يبي يقابلوا لا أعمامهم لا أهلهم لا شيء؟ صح ولا لا؟ وتجدهم يتثاقلون الزيارات ويستثقلون الزيارات. هذا ما بنشوفه وهذا ما نطيقه، وانتوا تخلونا نجامل واحنا ما نحبهم، ما نعرف مو نقول، ما نعرف مو نتكلم. فتجدهم مالهم يهربون أو لا يحبون تجمعات، ومع ذلك علاقتهم مع أصدقائهم مثالية. بس مع أهاليهم وصلة أرحامهم في مشكلة، شيء مقطع. فعلى فكرة الذي قطع الرحم والذي جعل الأبناء لا يبر هو أنتم أيها الوالدين. لما أولادنا ما يبرون بنا ولا يحسنون، فاعرفوا إنه إحنا اللي قطعناهم أول شيء، إحنا اللي فصلناهم، إحنا اللي عملنا عملية قطع رحم. كيف عملنا عملية قطع رحم؟ أي أننا لم نحسن من البداية، لم نحسن. فطبيعي جيل بهذا الشكل، طبيعي جيل غير مسؤول، طبيعي جيل ما هام منه حد ولا فرق، ولا ويستهبل. يعني عذرا الجيل يستهبل. ايش يعني؟ يعني يعتبر انه هذا الشيء ما الزامي، ويعتبر هذا الشيء. وللاسف على فكره منتشر حاجه، منتشر بين الناس، وخاصه هذيل مال علوم الطاقه، مو يقولوا لك انت ما مطالب تبر بامك اذا كنت يعني مثلا ما حصلت على رعاية أو غيره، أنت ما مطالب بكذا. يعني دعوة إلى قطع الأرحام. أنا مرة سمعت فيديو لواحدة للأسف الشديد هكذا تدعو، بل إنها تدعو إلى أن يخاصم أمه عشان زوجته. تدعو الرجل إنه المفروض أنت لا، الأولوية لزوجتك ما لأمك. فسبحان الله بدون أن ندرك هناك سموم تنشر أصلا تدعو إلى قطع الرحم. يقول لك سو اللي في هواك، سو اللي تريده، ولا يدركون على فكرة أن قطع الأرحام يعني قطع الأرزاق. قطع الأرزاق ليش؟ لأن هناك علاقة. لماذا؟ الطفل في رحم أمه ما في حبل، ما في تغذية،
يتغذى منها؟ ما يتغذى، ما في حبل ممدود بينه وبين أمه؟ هذا الحبل ما المفروض يوفر له المدد والرزق، رزق الغذاء والتغذية والسوائل والدم والأكسجين وغيره في رحم، معناته هو موصول برحمها. فسبحان الله، يعني هذا التمثيل المادي للرحمة، التجلي المادي لاسمه الرحيم موجود في رحمك أيتها الأم. ولذلك لما يعني قيل أن الجنة تحت أقدام الأمهات، ترى ما من شوية. لماذا؟ لأنك تجسيد مادي وتجليات مادية لرحمة الله تعالى. فإذا كنت ما تغذي الطفل، إيش يحصل للطفل؟ ما يهلك؟ ولذلك الذي يقطع الأرحام أيضا يهلك وهو ما منتبه، فأبنائنا تتعثر أرزاقهم، ثم يتساءلون، البعض منهم يتساءل ليش أنا ما توظفت؟ شباب يقول لك ليش أنا ما توظفت؟ هو لا يدرك أنه أصلا بسبب بسيط ربما هو يراه، لكنه في واقع الأمر لا يجيد البر بوالديه وقاطع للرحم. يتكلم ذوق وما شاء الله عليه، لكنه يتجنبهم، لكنه لا يجالسهم، لكنه لا يعتني بهم ولا يقوم بخدمتهم، فبالتالي هنا يتحول إلى قاطع للرحم فيحرم. لكن من اللي سبب هذا الشيء؟ إحنا من البداية قطعنا الرحم. كيف يعني؟ كثير من الأمهات للأسف الشديد وهن حاملات بأولادهن، ممكن يكون الوحدة عندها مشاكل نفسية، ممكن تكون عندها خلافات، ممكن يكون عندها كذا، أو يمكن يكون عندها أشياء قديمة من السابق للأسف الشديد تنقلها. طيب لما تجي تولده، طبعا تلده فتقع في أخطاء كثيرة أيضا، يعني ما كفاية وهو في رحمها، تقطعه مرة أخرى وهو خارج رحمها بعد ما تولده. الأب والأم عاد يشتركوا هنا. طيب تعالوا نفهم الإحسان بشكل أفضل من خلال اسمي الله تعالى الرحمن والرحيم. الله تعالى أول شيء الله تعالى يضرب لنا مثل، ثم يريدنا أن نطبق، يعني الله سبحانه وتعالى يخبرنا من خلال أسمائه، وعلم آدم الأسماء كلها، هذه أفعالي، الآن عليك أن تكون رباني، كن رباني، بمعنى طبق، طبق وفق ما أمرك، كما شفتني أطبق وأعلمك الأسماء أنت أيضا طبق. طب كيف أطبق يا رب؟ تعالوا نشوف كيف أكون من المحسنين. لازم تكون من المحسنين، لازم تطبق اسم الرحمن الرحيم. احنا اول شيء نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طب كيف اطبق؟ تعالوا نشوف. اول شيء الرحمن الرحيم يعني تطبق منهج التقوى. منهج التقوى. طب كيف يعني منهج التقوى؟ كيف يعني اربيهم على منهج التقوى؟ قال لك ان تكون تفعل اسم الله الرحمن واسمه الرحيم. كيف أفعله يعني؟ يعني كيف أربي أولادي؟ قال لك رحمن، أصلا اسم الرحمن أي الاسم المسؤول عن خلق الفرص. ولاحظوا الرحمن تقدم على الرحيم، الرحمن تقدم على الرحيم، ما قال رحيم الرحمن، ما قال بسم الله الرحيم الرحمن، قال بسم الله الرحمن الرحيم، تقدم الرحمن على الرحيم. ما اسم الرحمن يدل على ماذا؟ الناس اللي تحضر معي المحاضرة تعرف ماذا يدل اسم الرحمن، الاسم الدال على ماذا؟ حتى في سورة الرحمن منقول الرحمن، بعدين خلق الإنسان، يعني الرحمن اسم مرتبط بالخلق، اسم مرتبط بالخلق، أي أنه الخالق الذي يخلق، الرحمن أي الخالق الذي يخلق. طيب الذي يخلق، يخلق لك الأقدار ويقدر لك الأقدار، ويخلق لك ما شاء بهدف ماذا؟ بهدف أن تتعلم. ولذلك حتى تكون من المحسنين يا أم ويا أب، ما كفاية أنك أنت تلد ثم تقطع الرحم، لا، لابد أن تكون رحمن، بمعنى أنك
توفر الفرص اللي تكسبهم الخبرات وتساهم في نموهم على المستوى النفسي والروحي. يعني أنت المفروض أيتها الأم مسؤوليتك الكبيرة هي أنك تصنعي قائد. طب كيف أصنع قائد؟ كيف أصنع قائد بحيث أنه يكون شخص مسؤول إذا كنت كل شيء أسوي عنه؟ كل شيء يسوي عنه، كيف يكون القائد في هذه الحالة؟ سبحان الله، يعني إحنا نركز على فكرة ويش؟ على فكرة الماديات، ولكن ننسى أن نعلم أبنائنا الأخلاقيات اللي تساهم في نموهم نفسيا وروحيا. يعني إيش؟ يعني دائما ما نوفر لهم فرص يتعلمون الأخلاقيات، وأيضا ما نوفر لهم فرص يتعلمون العلاقة بينهم وبين الله تعالى. دائما شغالين على إيش؟ إنه أنا ولدي أريده يدرس. يعني حتى أولادنا إيش نسوي؟ يعني على سبيل المثال أعطيكم بعض الأمهات، لما أولادهم في الثاني عشر على سبيل المثال، تجد الأم توفر لهذا الولد كل شيء في الثاني عشر، من 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 وقت، من جو، تهيئ له الجو، تهيئ له كذا، وبعدين ايش تسوي؟ تجيب له الاكل وتقول ما تزعقوه وتخليه، وما تطلب منه طلبات، واحيانا تضغط على نفسها وتسوي اشغال فوق الشغل اللي هي افترض، لكنها ما تجلس تهيئ وتؤسس ابنها على مسألة التقبل ومسألة التصالح ومسألة إنه الله تعالى هو الذي يوفق. ما تعلموا إيش يعني توكل، ما تعلموا إيش يعني إنك أنت اعمل واجتهد واترك النتيجة، ما تعلموا أيضا أو ما يعلموا إنه على سبيل المثال إنه ترى أنت تدرس لكن لا تتعلق بالنتيجة. إيش يقولوا له؟ ها ترى نبغاك الأولى، ها لا تقولنا نبغاك تجيب درجات. وتبدأ تضغط الأمهات على الأبناء يركزون على الدرجة، لكن ما ركزوا على تركيبة هذا الإبن ولا على شخصيته ولا على تركيبته وإنسانيته. مركزين على إنه يجيب درجات، وعلى فكرة وفي ناس تجيب درجاتها لكن يدخلوا الجامعات وهم كلهم عاهات نفسية. ليش؟ اللي جاي مضغوط، واللي جاي مجبر، واللي جاي معرف إيش، واللي أصلاً انطوائي، واللي أصلاً في منهم حتى يجيهم اكتئاب. السبب ويش؟ إنه إحنا عززنا عندهم الجزء المادي ونسينا الجزء الإيماني والنفسي والروحي. أبداً ما علمناهم إيش يعني ثقة. ما نشتغل، هل نوفر لهم مواقف تعلمهم كيف يثقون بنفسهم؟ هل نعرضهم لمواقف يتعلمون فيها المسؤولية؟ هل نجعلهم يختبرون التجارب؟ احنا كلنا حاطينهم في حماية نحميهم، وبالتالي نحن لا نفعل الرحمن، أي لا نخلق لأبنائنا فرص تعلم. يعني أنا بسألكم سؤال، لما نروح مثلا التسوق، هل احنا وإحنا ناخذ أولادنا نعلمهم بعض القيم كالأمانة، كعملية الدفع، أهمية أن تتكلم بصوت، أهمية أنه أنت ما تطلب شيء أنت لا تحتاجه؟ هل نجلس نركز ولا إيش نجلس نقول له؟ ها أول شيء نقول له، مو نقول له شوفه رايحين السوق حالك لعبة واحدة ما تطلب لعبتين، ونحسب نفسنا أنه خلاص كذاك ربينا. ها رايحين المحل بس ما تقص سوي ربشة، سقط. لكن أبدا ما نفعل، ما نعتبر إنه هذه مواقف حياتية هي عبارة عن مدارس تشكل الطفل من الداخل، ما نركز على ذا النقطة، وبالتالي يكونون مالهم هشين في الداخل، هشين ما عندهم تقوية، لأن منهج التقوى قائم على التقوية. أول شيء قائم على التقوية، يعني لازم أول شيء أقوي أولادي من الداخل.
عندهم مهارات نفسية داخلية، التحكم بالغضب، التحكم بانفعالاتهم، كيف يتكلموا، كيف يتعاملوا مع الآخرين، كيف يلقوا التحية. هذه هي الشخصية القائمة على التفاعل. المهارات الاجتماعية ليش ما نركز عليها؟ المهارات الاجتماعية، المهارات أيضا الروحية. يعني مرة صراحة، وهذا شيء محزن، إنه واحدة في دولة أجنبية، هي طبعا مسلمة، بس يسألوها الطفلة يقولوا لها هل تقومين لصلاة الفجر؟ قالت أيوة. قالت يعني ما تنتظري والدتش، وهي عمرها ما أدري يمكن 10 سنوات، ما تنتظري والدتش إنه هي تنهضش؟ قالت لا. قالوا لها كيف؟ يعني إنه أنا أنهض عشان أصلي وأنا طفلة؟ قولوا لي إحنا هل نعلم أولادنا إنه أصلاً وحدهم ينهضوا للصلاة؟ ليش؟ لأنه إحنا الصلاة كيف نعلمهم إياها؟ مو نقول لهم. ولذلك نحن لا نحسن التربية للأسف. كيف نقول لهم؟ إنزين وحدكم باغين تطيحوا النار، طيحوا النار، خلي الله تعالى يغضب عليكم وما يوفقكم. فإيش تصير؟ تنشأ وإيش؟ علاقة خوف ما بين هذا الطفل وبين ربه، تنشأ علاقة خوف. ليش؟ لأنه أنا ربطت له العبادة بالعقاب، إذا ما عبدت ستعاقب. طب ليش ما أقول له يا ابني إن في الصلاة راحة، إن في الصلاة فتوحات، إن في الصلاة صلات، إنك توصل إذا وصلت الله تعالى، إنك تستطيع أن تتحدث إلى الله تعالى، إنك تقدر أن تخبره الشيء اللي يزعجك، إنك تستمد القوة من الله تعالى. يعني لما نجلس نخبره إيش هي هذه الصلاة؟ هذه الصلاة يا ابني، نحن مع الأيام نفقد شحننا، نفقد قوتنا، ولذلك نحتاج نتزود فالصلاة وزاد. ينفع يا ابني تعيش بدون ما تاكل؟ كذلك الصلاة هي غذاء. لما احنا نخاطب أولادنا، شوفوا، نركز على مسألة المبادئ، مسألة القيم، مسألة ايش الفوائد اللي انت تحصل عليها، ولا نركز على الجانب المادي. هتخسر هتربح فقط، هتدخل النار هتدخل الجنة، ثم ايش؟ ثم نسيء إليهم، فتكون عندنا شخصيات مالها مثقلة مليانة بالخوف وعدم الثقة. لما سئلت هذه البنت لماذا تقومين وحدك للصلاة دون أن، قالت أخبروني لماذا أنا أصلي أصلا، أنا هذه الصلاة أصليها لأجلي، أنا الذي أحتاج للصلاة. شوفوا كيف، أنا الذي أحتاج للصلاة، كلنا محتاجون للصلاة. ولذلك تقول أنا أصليها لأني أنا أحتاج إلى الله، مش الله تعالى محتاج لهذه العبادة، أنا المحتاجة، وبالتالي الذي يدفعني هي حاجتي لله وما أعزها من حاجة. فكيف إحنا يعني حتى مسألة التربية ومسألة كيف نخبرهم كيف نعلمهم لا نركز على ذي الأمور. لذلك رقم واحد، اخلق فرص في المواقف. أيضا الأب يفترض ابنه 7 سنين يبدأ يشله وين؟ المسجد، يبدأ يعلمه أخلاقيات الدخول للمسجد، يبدأ يحاوره يناقشه، يعلمه المبادئ، أيضا يبدأ يكلفه. يعني أنا أتذكر عندي أخ أكبر مني، كان والدي يطلب منه، لأنه كان والدي دائم السفر، فهو كان عمره 8 سنين، 8 سنين، متخيلين عمره 8 سنين، يروح مسافة عشان يروح يشتري سمك، أمي طرشه يروح يشتري سمك عمره 8 سنين. الحين بسألكن سؤال، تقدرن تخلين أولادكن عمرهم 8 سنين يمشيوا مسافة، خلينا نقول مسافة مال تقريبا 12 كيلو، مسافة 12 كيلو، ما دكان الحارة، ما أتكلم عن دكان الحارة، مسافة 12 إلى 14 كيلو، هل عندش استعداد؟ ما حد، ما ممكن. كان يذهب إلى البائع ثم يشتري السمك وعمره 8 سنين. الرجولة تتشكل
المسؤولية تتشكل هنا تكاليف تشعره بأنك شخص مسؤول. أنا أعدك للحياة، ما أعفيك من هذا الإعداد وأجهز لك كل شيء، لا. هذا معنى الرحمن، أي تعد الإبن للحياة، تعد للمسؤوليات، بحيث أنه إذا صار شيء يكون جاهز. أيوة، ترى إحنا المشكلة ويش؟ المشكلة أنه إحنا دائماً إيش نسوي؟ نقدم الخوف. ما هو هذه هو اللي خلانا ما نحسن، أي أننا قدمنا الخوف. طب ليش أنا في البداية ما أروح معه أول شيء؟ وليش ما أخبر بعض القواعد؟ وليش ما أتتبعه أول مرة، أتبعه أشوفه هين يروح هين يجي أراقبه؟ المشكلة قدمنا الخوف، فإيش صار؟ قال خلاص ما أقدر، ما ممكن أطرش والدي. المشكلة إنه إحنا، شوفوا أنا أقول لكم، 8 سنين طفل في ذاك الزمن يحاورك يكلمك كأنه إيش؟ كأنه رجل كبير. الحين 8 سنين ما يعرف يلا يتكلم. تحميل المسؤولية يجب أن يأتي من الصغر وليس لما يصير كبير. هذه أشياء تنشأ من الصغر، ما نحطهم في المواقف الآن، نبدأ من هم صغار، نحملهم، نكلفهم ببعض المسؤوليات، نعرضهم لمواقف يتعلموا فيها ونتابع. ترى أنت لازم تتابعي، ما معقولة أنا طرشته عمره 8 سنين وأنا عارفة أنه أول مرة يروح وخليته. لا، العملية لابد لها من رحيم. إيش يعني رحيم؟ يعني دعم، يعني متابعة. ما معناته علمت حاجة وفرت له فرصة وبعدين ما أتابع؟ لذلك كما قلت لكم، إحنا المشكلة عندنا لا الرحيم مسوينا ولا الرحمن، بمعنى لازم أوفر لهم التوجيهات والتعليمات، لازم أقول له ترى أنت في الطريق قد يكلمك رجل غريب، لا ترد عليه، لا تكذب. أعطيكم على سبيل المثال، أم الشيخ عبد القادر الجيلاني، والله ما خفت من شيء إلا صار. الناس اللي تخاف أولادها ينخطفوا، يعني ما اللي يخاف من شيء يصير. طب إيش المشكلة؟ يعني أنا الحين هذا مثال، لازم يعني أنتوا مسكتوا على مثال إنه مطرش سوق السمك، يعني هي جات على ذي. أمثلة أخرى، انتوا ما تخلوهم حتى يخرجوا من رز الباب، البعض حتى ما يخرج اولاده من رز الباب، ما يخرجوا من الباب. ليش؟ قال لك خايفين عليهم، ويفضلوا ان يجعل، يعني شوفي كيف كلش خايفه ان يخطف، وفي الواقع اولادكم كل يوم يخطفون من خلال الاجهزه، من خلال الاجهزه ابنائي يخطفون يوميا وانت ما عندش خبر. كلش انا اخاف ان هم يخطفوا. طب انت اولادش اصلا وانت مجلستهم جالسين يخطفوا فكريا وسلوكيا وكل شيء، وبعدين ما تقدر تتحكمي فيهم، يعني خفتي عليهم ان يخطفهم احد فتركتيهم الى عملية خطف اخرى. هنا المشكلة. طب انا اوفر مواقف تحت عيني، فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا. ولذلك نحن تربية ربانية بعناية الله، كذلك أنت أيها الأب وأيها الأم، أيتها الأم. يعني أنا أقولش لما تحملي مسؤولية، ما معنى تطرشي وما تسألي، ما معنى تتكلفي وما تراقبي، لأنه البعض فاهم غلط. لابد أن نسوي عملية متابعة، أشوف أراقب، إذا أريد أكلفه بحاجة أتابع أشوف من بعيد. صناعة، وانت عينش عليه حتى تكون الحماية متوفرة، الدعم متوفر. يعني من ضمن المواقف الرائعة أيضا اللي أتذكرها، إنه واحد من أخواني أيضا كان والدي مسوي له حساب وهو صغير،
اللي هو أصغر إخواني. فكان يجي يسوي يخليه يعني يوقفه عند باب البنك فيقول له ادخل وروح عند المحاسب ودخل المبلغ وحدك، مسؤولية، هذا مالك، أحسن التصرف فيه. فكان يدخل، ولدرجة خلاص وهو متفاهم مع مال البنك إنه ابني، وكان عمره كم؟ نفس الشيء 9 سنوات تقريبا، يخليه يدخل البنك يسلم على الرجال هناك ويروح عند المحاسب ويقولها ويعطيها البطاقة ماله، هذا رقم حسابي دخلي هذا المبلغ، خلاص حافظينه. فإيش المشكلة؟ إنه إحنا ما نوفر لأولادنا. لماذا؟ أنا أقول لكم إياها ببساطة، أصبحنا مشغولين بتوفير الماديات أكثر من توفير الأشياء الأساسيات. يعني إيش؟ يعني واحدة تقول أهم شيء عندي أولادي يأكلوا ويشربوا، يعني واحدة تقول أهم شيء يأكلوا ويشربوا، أهم شيء نوكل. طيب إذن الفكرة هي إيش؟ أنا أعترف وأقولكم وأقر ومعاكم فعلا إنه الآباء للأسف الشديد ما مساعدين، وأنا أقولكم ليش، وأنا أقولكم ليش، هخبركم ليش. مجموعة أشياء تصير فعلا هي السبب، يعني ليش أصلا الآباء والأمهات ما يحسنوا. إذن الإحسان هنا على فكرة، الإحسان يعني لابد أن يكون له طرفين، لابد أن يكون له طرفين، إتاحة فرص تربوية أخلاقية نفسية دينية حتى يتشكل هذا الإنسان من الداخل فيتحمل المسؤولية فيكون عمله ماذا؟ إذا كنت له ربا كان لك برا، برا إذا كنت له ربا كان بك برا. فسبحان الله، يعني سبحان الله تعالى هو البر وهو الرب، هو الرب وهو البر سبحانه. ولذلك انت ايها الانسان اذا كنت ربا لابنائك بطريقه صحيحه رحمن رحيم كانوا بك بارين. ما احنا قلنا كيف نعلم الطفل المسؤوليه، ان نضعه في مسؤوليات، في مواقف اعمل كذا. يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال دائما احنا نفتقد فكرة ايش لما نريد نسافر مثلا مكان، نريد نسافر مكان ما نشاور ابنائنا تعالوا خلاص قررنا نسافر، طب ايش رايكم تعطوهم فرصة هم يختاروا المكان، هم يحددوا الوجهة، هم يحددوا المصاريف، يحددوا كل شيء، تحمل المسؤولية، اعطيهم مواقف يتحملون، واعطي ملاحظاتك، طب ايش رايكم نعمل، ما عجبتكم الوجهه، اذا ايش رايكم نغير الوجهه، اعطي ملاحظه، ما انت لازم تكون متابع. مثال هذا بسيط، احنا حتى يعني لا نشركهم في شيء. طب واحده تقول عجب احنا اول مو كانوا يعني يشركونا في كل حاجه، فكل شيء كانت الاخلاق في الزمن السابق اساس، فكان الجار يربي والعم يربي والأم تربي والأب يربي والمعلم يربي وكل حاد في الحارة يربي، كانت أسس الأخلاق. يعني إذا الجار شاف ولد جاره يكذب أو شيء ينازعه، كان أيضا الطفل يدخل مجالس الرجال، صح ولا لا؟ الحين لا، ما شله يقوم يفضحني، عجب أول ما فضحناهم إحنا وآبائنا وإحنا صغار. فإحنا حتى لو كان يبقى ربما قاسيين معانا، لكن كانت توفر لنا فرص المواقف. وفعلا كان لما يتأخر الباص، صحيح صدقتي حبيبتي، كان لما يتأخر الباص فعلا كنا إيش نتحمل مسؤولية نروح نمشي. الحين إذا الباص راح عليه يا تجلسه يا تقول له خلا أشلك برغم تأخيره وبرغم هي منهضتنا، ولا تتعامل مع الأمر. ليش؟ لأنه أنا أتعقد، بيجي معقد، بيجي الولد كله عقد وكلاكيع. طب أنت حافظت عليه من العقد والكلاكيع، أنت طلعت، أنت خلقتي إنسان عالة. إيش يعني عالة؟ يعني للأسف الشديد بعدين هيصبح حاجة إيش كما يقولوا إيش ثقل، ثقل على نفسه وعلى الآخرين،
على نفسه وعلى الآخرين. ولذلك على فكرة هنا أيضا، هنا أريد أقول لكم نقطة أيضا، ما معناته أنه تمشي بالضرب وبالمنازعة، لا، أيضا خطأ. يعني المسألة ما مسألة قائمة على أنه أنا أضربك عشان أول كانوا يضربونا الحين بضربك وما تعقدنا، لا، الفكرة ليست هكذا. الفكرة المدرسة النبوية هي أفضل مدرسة نبوية في التربية، هي أفضل مدرسة للتربية، قائمة على، شوف يا غلام، يا غلام، شوفوا الخطاب، يا غلام سم الله، شوفوا سم الله، المبادئ، المبادئ، وكل بيمينك وكل مما يليك، المبادئ. احنا مو نسوي، ما تمد ايدك دوك تعطيه بعد تقول له روح العب، وين فرصة ان يتعلم؟ أو ماذا قال؟ وبعدين في النهاية إيش يصير؟ إيش حتى يفضحها يوم يصير عند الناس، يفضحها عند الناس، أتلقي ينفقع على القهوة. ليش؟ لأنه أنا لما يجي يأكل، أحيانا أطفال عمرهم 5 سنين، 5 سنين تأكله، ماشي حاجة اسمها سم الله، قول بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أتذكر حتى يعني جدتي الله يبارك فيها كان دائما تركز على فكرة سميته، ما حد يوكل، أول شيء سميته، سميته بالرحمن، مبادئ، أسس نفسية روحية تشكل شخصية. يعني لا تو، لا لا تو ذاك دوك سير لعب، ما تسوي كذا. طب هذه فرصة، هذا موقف، الحين تقول أنا كيف أعلم الثقة؟ ما هي هذه المواقف البسيطة في الحياة فرصة أصلاً ليتعلم فيها المبادئ والأخلاق. لما يصير خلاف ويتضاربوا الاثنين مع بعض، هل نجلس ذهم اسمه؟ لا، الأم يوم عاد تعصب تدبغهم باثنينتهم، تروح دابغتهم باثنينتهم، وبعدين تروح تقول إيش؟ نعم إني أخبر عليكم أبوكم. أو إذا كانت معصبة على الأب، جابت الأب معاهم، وكما يقولوا إيش؟ ينسب معاهم، أتقولهم غيبوا أنتوا أبوكم. والرجال هناك وحده قال شقيان، ما عرف يتكس، ما عرف وش يسوي، طاح في بسبب هي ما قادره تلملم، يشرشحوا الجميع، الكل يشرشح، ليه؟ ما طايقه. وانا اقول لكم اياها ببساطه، نحن النساء في هذا الزمن للاسف الشديد عندنا مشكله كبيره، مشكله كبيره، نحن لا نجيد الانصات، نحن لا نجيد فن الهدوء، نحن لا نجيد فن إيش؟ الصبر. للأسف الشديد كل شيء عندنا ما العقلة، مستعجلين، ولذلك تجدنا إيش؟ يعني أنا أريد وما أريد أذكر الأمثلة، لكن أحيانا شوفوا التربية على المبادئ. في فترة من الفترات لما كنا صغار، أتذكر والدتي لما كان ما نحصل شيء ناكله في البيت، ما نحصل شيء ناكله في البيت، وكان والدي يشتغل في مكان بعيد، فأحيانا يكون ما عندنا شيء ناكله، ما عندنا شيء ناكله. إيش كانت تسوي؟ كانت تجيب، إذا تعرفوها، حد يسميها الغنيبة، حد يسميها الفرفينة، إذا تعرفوها تنبت تحت النخيل كذا نبتة عشبة، حد يعرفها؟ حد يسميها غنيبة، حد يسميها فرفينة، ما أعرف إذا في حد ثاني يسميها اسم ثاني. عشبة خضراء تنبت تحت النخيل. تعرفوها؟ زين. فكانت مو تسوي، تقصص لنا إياها من تحت النخلة، وبعدين تروح تقطع لنا إياها، تخيلوا تقطعنا إياها وتروح تأكلنا إياها. وبعدين إيش تسوي؟ تسكر الباب. تسكر الباب. حتى ماذا؟ عرفنا إنه إيش؟ في أوقات قد لا يتوفر فيه الطعام، وإنه لازم نصبر. والله العظيم الآن الأمهات لما وحدة يضيق بها الحال، مو تسوي، هل تصبر وتقول أتصرف ولا أكشف وجهي وأعف نفسي؟ شوفوا شوفوا مسألة الصبر، تربية على الصبر، تربية على الصبر. لذلك إذا ما توفر أكل، الحمد لله، نقول الحمد لله عندنا ذا المنهج، ما عندي مشكلة. إذا العشاء ما أحبه عادي، ما إشكالية، بأكل أي حاجة، ما أتشرط. الآن مو تو الجيل، والله أعرف أمهات أولادهن
يعني مثلا اذا ما لاقيين قوت يومهم تروح تكشف نفسها حال جيران، اعطوني فلوس، اعطوني كذا، بل ما بس كذا فوق ما يعطوها بعدها تتشرط، مو ذا معطيني، بل ان بعضهم حتى يتشرطن بالماركات، يعني مثلا تشتري لهم فاصوليا نوع معين يقولش هذا ما ناكل احنا فاصوليا ذي، وهي المحتاجه وتكشف نفسها عشان اولادها جوعانين. وين مبدا الصبر هنا؟ اين التربيه على التحمل؟ ما تقولش اولادي فاشلين ما لهم حظ، انت الحلال، انت كسرتي حظهم، انت قطعتي ارزاقهم، انت قطعتيه، لانه ما اسستيهم، ما بنيتي لا رجال ولا نساء. والمشكله انه ايش؟ يطلعوا جيل حاقد ناقد متذمر. بالله عليكم هل شفتم كميه من السلبيه مثل الكميه اللي نشوفها الان؟ قولوا لي. كميه سلبيه في شبابنا ما طبيعيه. لماذا؟ تعودوا ان يجدوا كل شيء، يجد كل شيء، الا من رحم ربي طبعا، الا من رحم ربي واللي يقول لك انا بكافح واعمل وكذا. لا، ما عملوا لنا، ما سووا لنا. ليش؟ لانه هو تعود على انه كل شيء يوفر، كل شيء يوفر، اصبح يتذمر يتأفف، هذا باغينه، هذا ما باغينه، هذا نريده، هذا ما نريده. فاصبح جيل متأفف، جيل لا يفعل شيء سوى انه ايش؟ فقط ينتقد. وهذه قمه المصايب. تعالوا نشوف ايضا شيء اخر، لماذا نحن لا نحسن؟ اصلا ايش المشكله؟ ليش احنا ما قادرين نربيهم بهذه الطريقه؟ رقم واحد الجهل. ايش يعني الجهل؟ يعني للاسف الشديد نحن اساسا اول شيء جاهلين بانفسنا. احنا اساسا يعني كما تقولي ايش؟ عندنا مشكله انه احنا اصلا حتى ما عارفين انفسنا. فنربي اولادنا كما يقولوا ايش؟ على البركه. على البركة، فلا أسس نبني عليها ولا خلفيات نبني عليها. متخيلين أنتوا؟ ما عندنا واجد خلفيات، أو بمعنى أصح المبادئ اللي عندنا في التربية أحيانا أصلا غلط. فإيش اللي يصير؟ تدخل الأم لتربي أبنها أو تكون يعني عندها ولد، فتظن أن الرعاية هي ما تحتاجه. فايش تسوي؟ تقول اهم شيء اكله وشربه واسوي له اكل واسوي له كذا والبسه واسبحه، فتظن ان هذه هي الرعايه. فتنسى انه اصلا عشان ابنك يبر بك لابد ايش؟ ان تربيه الاول. طب كيف التربيه تكون؟ التربيه لا تكون بتوفير، هذه يسموها رعايه. التربيه تكون بتوفير ايش؟ كما قلت لكم الأسس، أأسس هذا الشخص، أقومه، القيم ماله، المبادئ، حتى تتشكل شخصيته صح. إحنا للأسف ما سوف ما عندنا فكرة. وبعدين تجي الأمهات الحين تقولي لهن تعال نحضر محاضرة، تعال نتعلم. قالت ليش لا؟ أصير أدفع حال محاضرة 5 ريال، أحسن لي 5 ريال أروح أشتري بهن عشاء حال أولادي، وعادي أولادها بكرة يعقوها ولا بيذكروه ال5 ريال، ولا بيذكروه ال5 ريال. ولما يطلع فاشل ما تجي تقولي اولادي ما لهم حظ، ما راح يذكروا الشيء اللي انت سويتيه. وللعلم ان العطاء المفرط لهؤلاء الابناء لا يخلق الا اشخاص جاحدين. كلما وفرتي لهم اكثر كلما جحدوا اكثر. كذاك الانسان كلما شبع، يعني بدل ما يكون من الشاكر، الله تعالى قال وقليل من عبادي الشكور، بدل ما يكون شاكر للأسف يكون جاحد. فتوفر وتوفر وتوفر ودي في النهاية وتجيب لهم الأكل الفلاني واللبس الفلاني وما أدري وإيش في النهاية ولا يذكروها. ترى قلت لكم إلا من رحم ربي. ولذلك عندنا الأولويات مالنا غلط. الأولويات مالنا مادية وليست معنوية ولا خلقية ولا قيمية ولا روحية. الأشياء اللي إحنا مركزين عليها أهم شيء أولادي يأكلوا ويشربوا. طب الأشياء الثانية ما شيء، ما
ما مهم، أهم شيء يوكلوا ويشربوا، خلاص أنا أديت اللي علي. وهذا الكلام للآباء أيضا، يقول لك أهم شيء ما يأكلوا ويشربوا، ما كافنهم عن الناس، بس يسدهم مو بعدهم باغين. فتجد الأب يقسو على بنته، ما يعرف عنها شيء، ما يتعاطف مع بنته، لا يوفر لها الحماية، ولا تقول بنت تكبر تدور على شاب يسمعها كلمة حلوة. ليش؟ لأنه أصلا هو قاطع لرحمه من البداية، قاطع لرحمه مع بنته، قاطعنه. كثيرون هم الأباء، وتجي البنات تكبر وعندها إيش؟ عندها مشكلة جفاف عاطفي، وعندها دائما إيش؟ تحس بعدم التقدير، تحس إنه الناس ما تقدرها، الناس ما تحترمها. ليش؟ لأنه هي من البداية ما تعودت على إنه إيش؟ تدعم عاطفيا. لا، يوفروا لها أكل، يوفروا لها شرب، لكنهم ما موجودين، ما يسمعوها، ما يعلموها، ما يوجهوها. أهم شيء تأكل وتشرب، مو بعدش باغية. طيب يا والدي أنا أحتاجك سند، أحتاجك دعم، أنا واقعة في مشكلة، ما تقدر، ما تتقرأ. لماذا؟ لأنه في قطع. حتى الأمهات تروحي لهن تكلميهن مثلا عندي المشكلة الفلانية، ما لا يستمعون، لأنه ما مركزين. أهم شيء عندنا، ما قصرنا معكم، إحنا ما قصرنا معكم، كل شيء وفرنا لكم إياه، كل شيء موفرين لكم إياه، ليش أنتوا لا؟ في واقع الأمر أن هناك رعاية الحب اللي ما موجودة، والتي أصلا في الأساس تستند على أنه أنا أخلق أشخاص سويين، أصنع أشخاص سويين، ما قصد نصنع أشخاص سويين. أيضا رقم 2، الخوف. تعرفوا أنه في شخصية مرت علي من ضمن الشخصيات، بسبب خوف والدها عليهم أصيبت بالوسواس. شوفوا الشخصيات اللي تجي، ترى أقول لكم المشكلة إنه لما يكون إحنا تربيتنا قائمة على شيء غلط، الجيل هيطلع فيه شيء غلط. عندها وسواس، إيش السبب؟ قالت والدي كان يحمينا بزيادة، ما يخلينا نخرج، ما يبانا نسوي، فصار عندها وسواس، تخاف. وعلى فكرة حالتها يعني صعبة 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 صعبة، لا تتصور، وما قادرة تعيش حياتها، ما قادرة تعيش حياتها، زوجها بيطفر منها. والسبب إن والدها كان حاكرنهم في البيت. أيضا هناك جيل يتمرد، بعض الفتيات يعملن علاقات مع شباب. ليش؟ لأن والدها حابسنها، فأصبحت إيش؟ تبحث عن مخرج ومنفذ. قال لك أنا أحميها وأشدد. مشكلة إنه لا رحمن ولا رحيم، لا شغال هذا ولا شغالة هذه، عندنا الكفتين ما شغالات. أهم شيء أنا جايب لهم الأكل والشرب، يكفي ذلك، لكن لا احتواء، لا تعليم، لا يعني لا تربية، لا توجيه، ما فيه. فأصبحت الشخصيات مالها لا ثقة ولا على قدر المسؤولية ولا شيء. أيضا التركيز على الماديات والتعلق بها، يعني أنا أعطيكم مثال، صرنا إيش نسوي؟ عملية تنافس، إنه أنا شو اسمه أولاد حميائي ما أدري وين سافروا، لا أنا المرة الجاية أسفر أولادي المكان الفلاني، حميائي مدخلين أولادهم المكان أنا أروح أدخل، بس أي شيء ثاني ما مهم. أصبحت العملية تنافس، مين يجيب ثياب أغلى، مين يدخل أولاده مدارس أغلى، بس صار هو هذا هدفنا. أيضا عندنا حالة الرفض. إيش يعني حالة الرفض؟ وحالة الرفض هذه عند بعض الآباء والأمهات، إيش يعني؟ يعني أصلا هم ما مقتنعين، يعني عندهم مشاكل نفسية وما مقتنعين بدورهم. فتجدهم أصلا هذول النوعية من البشر أساسا إيش يسويوا؟ يكونوا قاسيين مع أولادهم، دائما يضربوهم، بس يضربوهم أساسا، ما في حوار، في كبت. ليش؟ لأنهم هم أساسا ما مستعدين، يعني عندهم خلل في الداخل، ما مستعدين يستقبلوا هذا الطفل. وهم على بالهم إنه هذه الأمانة يكفي إني أكلها وأشربها، ولكن الله تعالى سيسألك ماذا علمته وكيف وجهته
وأنا جعلته في رحمك أيتها الأم، فكيف اعتنيتي به؟ وأنا هنا الحبيبات لا أحملكن مسؤولية، لكن أنا أقولكم فعلا إحنا محتاجين صراحة لبناتنا خاصة توفت الزمن دورات تأهيلية، وكذلك الأمهات اللي تو تولد خاصة أول ولد، مثل ما يعلموها كيف ترضع ذلك الطفل، يجب أن تعلم كيف تعتني بذلك الطفل وتربيه. يعني نحتاج كورسات بذي الطريقة، نحتاج نعمل مثل ذي الأمور، ويفترض يكون كما يقولوا إيش، حراك وطني، لأنه قال سيضيع. يعني أنا أريد أقولكم إياها أمهات، يعني لا مسؤولات ولا شيء، توها متزوجة، اتطلقت، ما تتحمل وما متخيلة أنه عندها أولاد، ولأنها مثلا في بعض النساء لأنها ما متخيلة أنه يكون عندها أولاد، لأنها كانت يوم قبل أن تتزوج كانت تخرج واجد في المقاهي والكوفي شوب، فمو تسوي صارت تطلع المقاهي والكوفي شوب وتعقب أولادها، ما عندها حس المسؤولية. وفي منهم صاير قيل وش يسوي، توها والدة قالت أروح فترة نقاهة، تروح هي وزوجها وتعق الطفل أبو 40 يوم. أي فترة نقاهة والطفل مخلاي، وتنسى أن ذلك من قطع الأرحام. والله في كثير، يعني في آباء وأمهات يتركون أبنائهم، قلش ما نغير شوية جو عنهم، هلكونا طول السنة معهم، نبى نطلع النفة ناخذ استرخاء. أي استرخاء وتعق طفل أبو 40 يوم، أبو كم شهر وانت راح تسترخي؟ هذه أمانة الله في يديك. كيف بتقولي لله تعالى؟ أنا أعرف أم تركت ابنها دون أن تخبره إنه أنا رايحة مسافرة عنك، الولد رجعت ما يتكلم، لا يتحدث من الصدمة. هكذا تتشكل الصدمات. وبعدين يقولش قيل مالهم، قيل معاقل، لأنه إحنا صنعنا الفساد، نحن من صنع الفساد للأسف. رقم 5، المقارنة. إيش يعني المقارنة؟ دائما ما نقارن، وهذا أيضا إحنا عندنا مشكلة، الآباء والأمهات عندنا مشكلة، وإيش؟ إنه دائما نربي ولكن دائما إيش؟ نعمل مقارنة، أولاد فلانة أحسن عن أولادي، ليش أولاد فلانة أحسن وليش أنتوا كذاك؟ مع إني أنا مسوت لكم كل شيء. هذه المقارنة تجعلنا بعد ذلك نصل إلى مرحلة وإيش؟ لا نفعل شيئا إلا وإحنا إيش؟ من وراء ظهرنا. الأمهات يقارننا بعضهن بعض، مقارنة، شوفوا أولاد فلانة، أنتوا ما أعرف مالكم كذا جايين، شوفوا أولاد ما أعرف إيش. طب أنت ماذا تعرفين عن أولاد فلانة إلا الظاهر؟ ليش يخبروش مو يستوي داخل البيوت؟ ما يخبروش. فمن السوء بمكان إنه إحنا نعمل عملية مقارنة. صدقوني هنا تكمن الخطورة. شوف الله تعالى ماذا قال، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ تقطيع الأرحام يعني فساد، ونحن كلنا نصنع فساد للأسف، ولذلك أعتقد أنه كفانا صناعة للفساد، قصد نصنع فساد وإحنا ما داريين وبشكل أنيق. أولادي ذوق، أولادي لما يتكلموا مؤدبين لكنهم لا يتحملون مسؤولية، شخصيات مهزوزة من الداخل، شخصيات يعني، وفي على فكرة بل إن بعضهم حتى يعني شخصيات نرجسية. من صنعه هذا الشخص؟ أنت الذي صنعت. ولذلك الفساد مش إنك الفساد تسرق وتزني لا، بل هناك فساد أكثر، عندما تخرج في هذه الأرض أشخاص لا يحترمون الأرض والأرض أمهم، ستجده يؤذي هذا ويؤذي هذا ولا يتحملون مسؤولياتهم، فينتشر الفساد، لأنه إحنا ما حاطين في بالنا أن نكون رحمانيين رحيمين، ما مسويين ذا الشيء في بالنا. كيف نكون من أهل الإحسان في التربية؟ وهذه بعض الأفكار أقولها على وجه السرعة. أول شيء ركزوا على أنه علموا أبنائكم الثقة والمسؤولية عبر تحميلهم مجموعة من المسؤوليات، حطوهم في مواقف يتحملوا فيها المسؤولية، قللوا من حمايتكم إلهم بحجة الخوف، شوي يعطوهم فرصة إنهم إيش يتحركوا.
اسمحوا لأقدامهم أن تلامس التراب، ما يستوي لهم شيء. لا تطلع في التراب، أنت توسخ، أنا توسخن ثيابك. وإذا توسخن شوية ثيابه، بالله عليكم إحنا يوم صغار كيف كان ثيابنا؟ يلمعن قولا، يلمعن كان يبرقن، نهيسب هني لنقول بس، ونلعب في التربان لنقول بس. الحين إذا شوية قطر قامت تضرب الولد، إذا شوية إيش وسخ ثيابه قامت إيش نعشت فيه، ولا تنتبه إلى أنه ذلك جزء من نموه وتشكل شخصيته، وأنه هذه فرصة عشان أخبره أنه لا تعمل كذا، ولما تريد تأكل كذا أعمل كذا. تربية، توجيهات، دعم. الآن أصبحنا أنه نهتم بالظاهر، أولادي مهم، مهندمين مهندمين، بس الواحد لسانه طول أعوذ بالله مهندمة وكيوت، تشوفيه كيوت تتقربي منه أعوذ بالله من لسانه وشره، لدرجة أنه بصراحة المشكلة إيش؟ يتفاخرون في وسائل التواصل، يعني أطفال في قلة الأدب وفي قمة عدم التربية ويتفاخرون بهم، يصرخ في وجه أبوه ولا أمه ولا عمه ولا ويصوروا فرحانين ويضحكوا يضحكوا، ثم أننا نصنع الفساد وبعدين يقول لك ليش طلعوا كذا وليش طلعوا كذا. قال لك خليه يعبر عن حريته، احنا ما ضد انه يعبر، لكن هذب هذه الحرية، هذا دورك، تهذيب، التوجيه، النصح، الإرشاد، وليس نشر الفيديو عشان يحطوا لي لايكات وانتشر واسوي مشهور، ويا ريته مشهور على شيء، مشهورين على سفاسف وقلة التربية، هذه المصيبة، هذا المشهورين فيه. كن حاضرا منصتا، كن حاضرا منصتا لهم يعني. وأنا هذا أريد أقول لكم، أنا أعرفها صعبة في ذا الزمن، صعبة خاصة مع كثرة المسؤوليات، وأعرف أنه ما شيء سهل، لكن حبيباتي الأمهات والفتيات أيضا، تعلموا فن الهدوء وفن الصمت وفن الخلوات، تعلموا الخشوع في الصلوات، لأنه يعين على أنكم تكونوا من أهل الإنصات. تعلموا هذه الأشياء، دربوا أول شيء أنفسكم على الهدوء، وشوفوا كيف بيكون تعاملكم مع أبنائكم. أيضا لا تقارنوا أولادكم بغيرهم، ركزوا على أنكم تقدمون أفضل ما لديكم من توجيهات بس، ولا تقارنوهم. ثم لا تربطون أنفسكم بنتائج، يعني ما تقولي ليش أولادي ما جابوا كذا ما سووا كذا وأنا أعملهم كذا. اتركي، لماذا؟ لأن الله تعالى نفس الشيء، ما احنا قلنا المفروض نكون ربانيين، أي أن نطبق سنن الله تعالى في الأرض. الله تعالى ما يرعانا ويحمينا، ومع ذلك في ناس مالها ما فيها خير برغم أن الله تعالى يرزقها ويعطيها. كذلك هناك أبناء كثر ما توجيهم يطلعوا ما فيهم خير، هذه ما مسؤوليتش، هذه ليست عليك، يطلع في خير وما يطلع في خير هذا ليست لك، خلاص انت أديت اللي عليك. ايضا الخيار، بمعنى لا تأمروا اولادكم اجبارا، بمعنى يوم تجي تعلموهم شيء اتركوا لهم فرصة الاختيار. ايش يعني؟ يعني خبروهم مساوئ وفوائد الشيء، انه اذا سويت كذا راح يحصل لك كذا، واذا سويت كذا راح يحصل لك كذا، انت اختار ايش تريد. الله تعالى قال وهديناه النجدين، لان الله تعالى قال لا اكراه، حتى في التربيه لا اكراه، وفروا. الا طبعا في البدايات، في البدايات شويه الوضع غير، لان الطفل في البدايه لا يدرك، لكن بعد ما يكبر تبداي. ايضا لا تتعلقوا كما قلت لكم بالنتائج، لا تقول انا بذلت جهدي وسويت وكل شيء، انت في واقع الامر يعني مركز على الجانب المادي وما مركز على الجانب المعنوي، وسواء كنت مركز أو ما مركز لا تتعلق بالنتائج. يعني في ناس بصراحة تكرف تكرف تكرف، يقول لك إيش عشان ولدي يطلع طبيب أو ولدي يطلع كذا ويطلع كذا بس، وإذا ما طلعوا تحبط. ليش؟ لأنه هي تعد أن يكون حاجة مادية في الأرض بس، لا أكثر ولا أقل. في النهاية حبيباتي نصل إلى آخر نقطة، واللي هي
أنه المسؤولية الحقيقية هي للأم قبل الأب، وأنه إذا أنت مستقرة من الداخل فإنك ستوصلين رحمك، وهذا رح يعينك على أنك أنت بعدين أيضا تصلين ابنك وأبنائك تربينهم. التربية الحقيقية هي التركيز على أن يكونوا أسوياء من الداخل أول شيء، حتى يكونوا من أهل المسؤولية، ولا يكون الشخص سويا حتى يعرض لمواقف يختبر فيها تحمل المسؤولية. ولذلك ركزي، الله يبارك فيك يا حبيبتي أيتها الأم وأيتها الفتيات، ركزا على إن كانت تكون مستقرات، اسعوا إلى أن تكونوا مستقرين. طب كيف نكون مستقرين؟ كونوا من أهل القرآن، كونا من أهل القرآن. لا شيء يرتب لك الداخل كعلاقتك مع القرآن، لا شيء يرتب لك من الداخل كممارستك لتمارين الهدوء، لا شيء يرتبك من الداخل كالصلاة. تعلموا الخشوع في الصلاة، تعلموا أن تكون جلسات القرآن معكم جلسات هدوء وجلسات تدبر، وليس جلسات منافسة كم جزء قرأت، لا. فلتكن نفسيتنا أول شيء هي هادية. لماذا؟ لأن التي تضبط نفسيتها صدقونها تضبط تربيتها. وشوفوا كيف سبحان الله، السيدة مريم، سيدة مريم عليها السلام ضبطت ثم كانت كافية لتربي ابنها حتى يكون إيش؟ نبيا. كانت كافية، ما كانت تحتاج إلى رجل، لأنها كانت كافية تعيش سلاما، تعيش استقرارا، تعيش اتزان نفسي عندها. ليش؟ لأنها كثيرة الاتصال بالله تعالى، فاتزانها النفسي هذا. لذلك الأم اللي عندها حزن، وأعرف أنه بعض الأمهات ممكن حتى الآباء يعني ما يساعدوا وتلاقيها تعاني، هي يا عيني تعاني، لكن أنا أريد أقول لكم إياها، ترى في النهاية لا تنتظري من الرجل أنه هو يتحسن عشانش أو يتغير عشانش أو يقدر. الرجال لا ينظرون إلى الأمور إلا بشكل مادي، لكن أنت هل يهون عليش أولادش يكونوا غير أسوياء مستقبلاً، فاقدين للثقة، شخصيات لا تعتمد على نفسها وما تعرف تتصرف؟ لابد أن تحط في بالك أن تعدي أبنائك للحياة، وأن تعديهم للحياة يعني تخبريهم شكل الحياة، ما تحميهم منها وتمنعي عنهم إنهم يعيشوا التجارب حتى لو يتعوروا، حتى لو يتألموا، المهم أنهم يتعلموا هنا يتربوا. لكن هذا الشيء إنش أنت تكوني حريصة أن تحمي نفسك أولا. الأمهات سامحني، بعض الأمهات ما واجد مركزات على فكرة حمية نفسهن. كيف يعني حمية نفسهن؟ يعني ما تركز على إن هي تكون سليمة نفسيا، كاتمة، حزينة، عندها مشاكل مع زوجها، مركزة على إيش؟ على علاقتها بزوجها. طب عندش أبناء، خليه، لا تعطيه تلك الأهمية، قلش عشان استقر. وبأمانة يعني أنا جاتني من كم يوم رسالة واحدة يعني بصراحة قهرتني، تقول لي زوجي هاجرني صار له ما أعرف كم شهر وما يعبرني. إنزين، فقلت لها فكي تعلقك به، يعني وقفي التعلق به وابدأ التركيز على إنش أنت تكوني من الداخل مكتفية، وسيرجع لك، بيرجع لك. يعني ردت علي، تخيلوا الرد، مو تتوقعوا الرد، ها أعطوني توقعكم قبل أن ننهي. مو ردت علي، ما أصبر عنه، يعني قريب الرد، مو قالت إذا ما تعلقت بزوجي أتعلق بمن؟ ترى أحيانا بعض الردود يعني بعض الردود تقهرك، إذا ما تعلقت بزوجي أتعلق بمن؟ تبي يتعلق في نخلة بس باختصار. يعني نست أن لها ربا، نست أنه في حياة ثانية، شوف عندها بالنسبة لها هو خلاص، يعني خليها يهجرها إلى أن تقول بس هذه التي لا تريد.
هناك أناس تنصحيهم وبعدين يجلسوا إيش يجيبوا لش حقك ما يريدوا، هذول الصم والبكم، هذا هم الصم البكم. طب توفى زوجك بعدين كيف تتصرفي؟ كيف تتصرفي؟ توفى ماذا تفعلين؟ كيف ستتعاملين مع الأمر؟ وهذه هي المشكلة، المشكلة إنه إحنا عندنا مشكلة. أسأل الله تعالى أن يهديها، أسأل الله تعالى أن يهديها. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير، وأعتذر على أنه أخذت شوية 20 دقيقة زيادة، بس لأنه كان الأمر يتطلب يعني شرحا وتوضيحا، وحاولت بقدر الإمكان أنه يعني أوضح كل شيء. أسأل الله تعالى أن يهدينا إلى رشدنا في تربية أبنائنا، وأن نكون سببا في يعني في صناعة أو في تربية أبناء يعني أسوياء من الداخل، أسوياء من الداخل، لأنه إذا كانوا أسوياء فهم ينفعون أنفسهم قبل أن ينفعون غيرهم ويكونون أهل مسؤولية. الأصل أيتها الأم، فكري أنك تصنعي قائدا، قولي أنا أولادي أريدهم قادة، كيف يصنع القائد؟ كيف يصنع القائد؟ فكري بهذه الطريقة، لو أننا نصنع يعني قادة لفرق الأمر. الله يسعدكم يا رب، يبارك فيكم، يرضيكم ويرضى عنكم. هكذا نكون حبيبتي فايزة، انتهينا، بارك الله فيكم.